السابعة صباحا من تونس. الأخبار. الإذاعة الوطنية، مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلادنا يتجاوز 4000 وفاة منذ بداية انتشار الوباء. وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن مقر شركة سيرغاز ومحطة الضخ منطقة عسكرية محجرة أثر تصعيد المعتصمين من منطقة أولاد مرزوق من معتمدية مجر بالعباس احتجاجهم أمام مقر الشركة. فتح حساب بالخزينة العامة لدى مصلحة الودائع لجبر أضرار ضحايا الثورة. إلى التفاصيل. في أحوال الطقس، يكون الوضع الجوي صباح اليوم الجمعة ملائما لظهور ضباب محلي، وينتظر أن يكون كثيفا خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والطرقات، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون 500 متر. من المنتظر كذلك أن يتقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة 9 صباحا. أحيت بلادنا أمس الذكرى العاشرة لاندلاع الشرارة الأولى للتحركات الاحتجاجية التي أدت إلى ثورة الحرية والكرامة، وتوجت برحيل رأس النظام السابق في 14 من جانفي 2011. وأعلن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في تونس عبد الرزاق الكيلاني، أعلن عن فتح حساب بالخزينة العامة للبلاد التونسية لدى مصلحة الودائع لجبر أضرار ضحايا الثورة. الكيلاني دعا خلال ندوة عقدت أمس بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للثورة إلى إرساء حملات لحشد الدعم لصندوق الكرامة لاستكمال ملف العدالة الانتقالية. تم فتح حساب الخزينة العامة، حساب صندوق الكرامة ورد الاعتبار، الرقم نتاعه 00403، وهو الحساب الذي سيقع تجميع الأموال المتعلقة بالصندوق، إذن الأموال التي ستصرف لضحايا الاستبداد. هذه الأموال متأتية من الهبات ومن التبرعات، ومن نسبة ستقتطع من المبالغ المحكوم بها من طرف هيئة التحكيم التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بالملفات اللي تهم فساد المال. إن شاء الله فما 10 مليون دينار مرصودة منذ 2014 كذلك ستودع بهذا الصندوق. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا، أكد الذي يؤدي حاليا زيارة إلى تونس، أكد ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة والموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرا ببعث لجنة صلبة رئاسة الجمهورية تتولى متابعة هذا الملف. هدوء نسبي شهدته مساء أمس منطقة أولاد مرزوق التابعة لمعتمدية مجل بالعباس من ولاية القصرين، بعد يوم من أعمال الكر والفر بين عدد من أبناء المعتمدية ووحدة الأمن والجيش الوطنيين. المواجهات كانت اندلعت عقب فشل جلسة مفاوضات عقدت بمقر ولاية القصرين بين المعتصمين المطالبين بالتشغيل والتنمية والصولة المحلية. عمد على إثرها شباب المنطقة إلى محاولة اقتحام مبنى شركة خدمات أنبوب الغاز العابر للحدود التونسية سيرغاز، فيما قامت وحدة الجيش الوطني بإطلاق الرصاص المطاطي لتفريقهم. وأصدرت وزارة الدفاع الوطني مساء أمس بلاغا ذكرت فيها أن منطقة أولاد مرزوق من معتمدية مجر بالعباس شهدت ظهر أمس احتجاجات من بعض الأهالي على خلفية طلبات اجتماعية
تحولت إلى محاولة اقتحام بالقوة لمقر شركة خدمة أنبوب الغاز العابر إلى البلاد التونسية ومحطة الضخ بالمكان. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني أنه أمام منع المحتجين من الدخول من قبل العنصر العسكري المتواجد بالمكان، تطورت هذه الاحتجاجات باستعمال الحجارة والزجاجات الحارقة، مما نتج عنه إصابة 4 عسكريين بجروح، وهو ما اضطر العنصر العسكري إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغها أن مقر الشركة ومحطة الضخ موجودتان بمنطقة عسكرية محجرة ويمنع وجود المواطنين فيها. ودخل أمس 13 شخصا من معتصمي حقل الدولاب الواقع في حدود معتمديتي العيون وسبيتلا من ولاية القصرين في إضراب جوع كحركة تصعيدية ثالثة بعد غلق المضخة في مناسبتين على خلفية ما اعتبروه عدم الجدية في التعامل مع مطالبهم المتمثلة في الانتداب المباشر في الشركة البترولية ومساهمتها الجدية في دفع التنمية في المناطق الريفية النائية المتخمة لها. أقرت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقة السلاتين عقدت أمس بمقر الاتحاد الجهوي، أقرت إضرابا عاما جهويا يوم 12 من جانفي المقبل. في مستجدات الوضع الوبائي في تونس، سجلت بلادنا بتاريخ 16 من ديسمبر الجاري 35 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4032 وفاة منذ بداية الجائحة. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويبقى نسق الوفيات والإصابات بالفيروس مرتفعا في مختلف جهة البلاد، فقد سجلت 3 وفيات بالفيروس بكل من الكاف وصفاقس، فيما أحصت كل من المنستير وقبلي وصفاقس حالتي وفاة، بالإضافة إلى حالة وفاة بكل من توزر وسيدي بوزيد وسليانا. أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية حسنة بن سليمان أن الغاية من مقترح القانون الأساسي المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لا يتلائم كثيرا مع قانون الوظيفة العمومية. بن سليمان وخلال تدخلها أمام أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، وصفت الوضع في الوظيفة العمومية بالخطير. خطورة الوضع في الوظيفة العمومية هو أنه الوظيفة هي أداة من أجل العمل وتقديم المرافق العمومية، لا يمكن أن تكبل بطرق وآليات متاع تصرف في الموارد البشرية لا تتلائم مع الأهداف. وإذا كنا نعمل على أنه الانتداب فقط لأنه فما ناس تحس بضيم معين فقط، نقول فقط، فهذا يمكن أن يضعنا في وضعيات متاع عدم تلائم ما بين الموارد والأهداف متاع الخدمة العمومية. نحن نتفهم كل الضغط اللي موجود على الناس اللي ما عندهاش موارد شغل. اليوم احنا لو كان ننتدبوا دون وأنه يكون عنا ترخيص من المالية، رانا نقوم بجريمة نحاسب عليها في الوظيفة العمومية. جدد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعوة لرئيس الحكومة هشام المشيشي لزيارة إيطاليا في الأسابيع القادمة. وعبر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة مساء أمس عن أسفه لعدم زيارة المشيشي والوفد المرافق له لإيطاليا بعد تسجيل إصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بفيروس كورونا، وأعرب عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، مؤكدا استعداد بلاده لمضاعفة استثماراتها خصوصا في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، ومؤكدا على ضرورة التنسيق الثنائي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة المتوسطية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في
استجدت الوضع الوبائي في العالم، أكثر من 73 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين ناهز إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس 1,700,000 وفق إحصاء لوكالة الأنباء رويترز. الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز تستأنف اجتماعاتها الافتراضية مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى صيغة توافقية حول آلية الترشح للمناصب التنفيذية العليا في ليبيا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية الأصوات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. في الولايات المتحدة، وبعد أسبوع من منح لقاح شركتي فايزر وبيونتك ترخيصا، لجنة خبراء استشاريين أمريكيين توصي بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد 19 في خطوة تمهد الطريق أمام بدء عملية توزيع 6 ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتبارا من موفى هذا الأسبوع. ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يتلقى اليوم أمام الملأ لقاح فايزر بيونتك، وذلك لتعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح وتأكيد سلامته وفعاليته حسب ما أعلن البيت الأبيض. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يلقي اليوم كلمة أمام البرلمان الألماني في إطار فعالية الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، وسيحضر كلمة غوتيريس في البوتسديغا المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المحكمة الدستورية الألمانية ستيفان هاربرت. هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلادنا يتجاوز 4,000 وفاة منذ بداية انتشار الوباء. وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن مقر شركة سيرغاز ومحطة الضخ منطقة عسكرية محجرة إثر تصعيد المعتصمين من منطقة أولاد مرزوق من معتمدية مجل بالعباس احتجاجهم أمام مقر الشركة. فتح حساب بالخزينة العامة لدى مصلحة الودائع لجبر أضرار ضحايا الثورة. أجمل تحيات سندبن علي الغريب، يعود ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.